أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم سيدة الأعمال الإماراتية الأنسية أسماء من A Desert Cafe. أهلا أسماء. أهلا بك. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا ببرنامج. شكرا لكم. أسماء، ممكن تحكي لنا المزيد عنك وعن بداياتك مع البزنس؟ معكم أسماء يحيى. بداية أحب أقول أن أنا من صغري كنت أحب أدخل المطبخ، حلويات، مأكولات خليجية طبعاً اللي هي المعتادة. أني أفتح محل كان حلم، الحمد لله رب العالمين تحقق هالحلم، وحبيت أني أنا أشتغل فيه وأنا اللي أسوي الديزرتس والحلويات وهالأشياء. ممكن تحكي لنا المزيد عن أنواع المشروبات والحلويات والأطباق اللي بتقدموها داخل الكافيه؟ عندنا مشروبات تخصنا نحن فقط كمحل، اللي هم مثلاً عندك الكاركلاتي، مشروب يعتبر شوي خليجي يعني بالهال. عندنا A Desert Blend اللي هو مشروب بارد صيفي، وفي عندنا اللي هو الكوفي A Desert Specialty، عبارة عن سيرب تمر. ما شاء الله. ولو حبينا ننتقل للسويت، السويت عندنا البست سيلر اللي هو النوتيلا كيك وكندر ترافل، وعندنا الحلويات الفرنسية اللي هي الكلير والميلفي والأشياء. طبعا بجانب جميع أنواع الكافيهات الموجودة، أنتوا تميزتوا بالكافيهات الخاصة فيكم. صحيح. أنسى أسماء، من خلال جميع الأشياء الرائعة اللي ذكرتيها، كيف تميزتي عن بقية الكافيهات الثانية؟ في عنا أشياء إحنا نسويها بس، اللي هي النوتيلا كيك إحنا بس اللي نسويها، ما حد من الكافي شوبات يسويها. الكراكلاتي ما أعرف إذا في حد ثاني يسويها، بس ما سمعت عند حد يسويها. ممكن تعطينا مزيد عن الكراكلاتي لأنه مشروب مفضل بالإمارات. إيه، والكرك مشروب في الخليج مو بس في الإمارات. من حب الناس للكرك فمزجنا، شلنا الشاي وحطينا بذلك قهوة، فممكن الناس تحبه، بس الناس ساعات ما تجرب هالشيء. ما شاء الله. أنسى أسماء، من خلال النجاح اللي قدمتوه خلال السنتين السابقات، شو خططك المستقبلية وشو رؤية المستقبلية للكافيه؟ والله كخطة مستقبلية أنا حاطة في بالي إنه ممكن ندخل ساندويتشز وسالتس، ونيب شيف بس ساندويتشز وسالتس، لأن ديزرت في أحيانا الناس تتجنب الحلويات عشان الوزن، لأن في ناس يمشون على خطط صحية، فممكن إحنا نتفرع في هالأشياء، تسوون هيلثي ديزرت. هيلثي وديزرت، وإحنا في فكرة ثانية إن إحنا ممكن نسوي حلويات حق اللي هم الهيلثي، اللي هم شوغر فري. ان شاء الله. نتمنى كمان توصلوا لجميع الامارات ان شاء الله. انسى اسماء، من خلال تواجدك في مجال البزنس وخبرتك الطويله في المجال، شو نصيحتك لاي رائد او رائده اعمال اماراتي عندهم طموح ياسسوا عملهم الخاص ويفتحوا استثمارهم في الامارات؟ والله اول شيء الموقع. موقع جدا ياثر حواليهم، ما في نفس المجال اللي هم فاتحينه، لان في بيكون في وايد منافسين قدامهم، فيفضل ان يفتحون مكان ما في حواليهم من المنافسين، او يدور مكان يكمل المحل اللي هو بيفتحه. فهاي نصيحه جدا بتفيدهم، لان احيانا الناس تطلع من مطعم تدخل كوفي شوب، يدخلون يشربون كوفي، ياكلون حلاوه وشيء، فيكملون بعض. بس هل ولا يخافون، جازفوا، لأن لو ما جازفتوا ما بتعرفوا. طبعا حابة أشكر حكومة الشارجة، سهلت لي وايد أشياء، دعم الحكومة والشيوخ للمواطنين اللي فاتحين مشاريع، للشعب اللي عايش في الإمارات غير الإماراتيين، سكان الإمارات، الأمن والأمان اللي موجود، إن تمشون في الليل. يعني أنا أحياناً أفتح الكافيه لين في الليل، أكون أشتغل في المطبخ، الشرطة كل مكان، يعني الأمن فيها مستتب ما شاء الله، يعني الله يديم علينا إن شاء الله يا رب. بالنهاية أنسى أسماء، بنشكرك كثير، ونتمنى تخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع A Desert Cafe.
احنا موقعنا في مويلح في الشارجة. رقم التليفون موجود على الانستغرام، موقع الانستغرام موجودين بعد على جوجل ماب اللي حاب يزور المكان. وفي عندنا توصيل لين دبي والامارات الثانيه موجود عندنا توصيل. شكرا جزيلا اسماء، ونتمنى لك دائما التوفيق والنجاح يا رب. اشكركم لزيارتكم عندي المحل، وان شاء الله تجربون عندي اشياء حلوه. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.